نهاركم سعيد، نحييكم جميعا. وموضوعنا اليوم أن نتكلم عن المرحلة الحالية، ما هو عليه يجب أن نتخذه، ما تم عمله في النظام، وما هي المراحل التي تواجهنا الآن. في المرحلة الأولى مجموعة من اللندنجات، وتروها هذا اللندنج الحصول على الكود الترويجي لترويج يوجين، أي يعني تحديثات العمل في الشركة، وهو عمل كبير جداً. وكما قال أندري فودروفيتش، لكي يعمل كل شيء على ما يرام. وفي هذه اللحظة من خلال المكاتب الخلفية إيبوريتش، هو أصعب في كثير للإطلاق. وقمنا بإجراءات للإخوة المستثمرين في إيبوريتش عندما يحصلون على الإمكانية ليدفعوا أو يشتروا الباقات والروابط لهذه اللندنجات أيضا في مختلف اللغات، أي في اللغة الروسية موجود بالإيطالية والإسبانية مثلا، اللغة الإنجليزية، لنرى ماذا علينا أن نفعل. لمن لم يفعل يجب أن يدخل ويأخذ الرابط ويضع اللوجين في إيبوريتش. لنأخذ كمثال، فتظهر لدينا ثلاثة نوافذ
وممكن أوضح لكم أكثر وأريكم أكثر. ترون في الأسفل الآن وضحنا كل شيء للكل لا يعرف ذلك. في البداية هو عبارة عن الكود الترويجي الذي يثبت لكم إلى الأبد لبرامج يوجين وتطبيقاتها. هو هذا الخاص بك وليس للآخرين. وفي الثانية هناك رابطان للتسجيل، لتسجيل رياد الأعمال، رواد الأعمال، ومن يعني عرف عن إطلاق على هذا النظام، ويجب المرور بهذا التسجيل. وأيضا تحوي أيضا الكود الترويجي لكم، برومو كود. أما الرابط التالي هو بزنس ليدنج حول اليوجين يتكلم، والآن سنرى بالتفاصيل. وفي الأخير في النافذة الأخيرة هذا الرابط أيضا يوجين للآفاق، يعني نعطي تحت الدخول للتطبيقات على الموبايل، يعني لا توجد أي أرقام للدخول التسجيلات من جديد. كل ذلك من خلال إيميل يمكن فتح هذه التطبيقات على الموبايل، وتنفتح فتح يعني افتتاح نافذة تضع اللوجين يعني من كابينيت أو إبريتش وكلمة السر وهو المؤقت الذي يعتبر البرومو كود الخاص بكم، وتضعون وتدخلون إلى تطبيقات الموبايل واستخدام كل يعني شركاء الإبوريج، أي إتاحة الدخول إلى هناك. لا داعي للتسجيلات، وكل البنية يتم حفظها يعني المواقع التجارية. أيضا أنواع الدخل مختلفة، وأقول لكم فورا إلى الأمام هذه يعني تطبيقات على الموبايل. وهكذا على هذه الصورة والشريحة لنحاول أن نعرف هذا الرابط ونعرف ماذا، ونبدأ بتسجيل رواد الأعمال. تفتح هذه الشاشة للتسجيل لرجال الأعمال أو رواد الأعمال. الاسم هنا في اسم الشركة، بعدين نبدأ فئات المختلفة يعني باختصار، وإيميل الفعال. وعلى هذا الفعال يجب إرسال الرسالة إلى هذا الإيميل أيضا. للمكاتب الخلفية في مجموعة يوجين، بعد ذلك رقم تليفون الموبايل يجب أن يكون متاح، ومن خلال هذه الرقم رواد الأعمال يحصلون على يعني على حسابات وتطبيقات على الموبايل. أيضا نكتب هنا يعني أشياء فعلية، يعني إيميل فعلي فعال والرقم الموبايل يكون فعال وعامل. وهنا في الأخر في الأسفل نضع البرومو كود، للنظام سيكون معروف أيضا أن هذا الشخص يتم تسجيله تحتك. نأخذ مثلا شيء يعني حقل فارغ، وكما اتفقنا لا نسمح لأحد، أولا رجال الأعمال لمن مر في التعليم واجتازه،
واشترى الباقات. الآن لن نتوقف على حسابات الآن، سنقوم بعملية حسب الوقت المتاح لتعرفوا ماذا يجب على رجال الأعمال أن يعرفوا ليدخل إلى النظام. نضغط التسجيل الآن، مثلا نكتب اسم معين، نكتب مارتس برجر، وهذا شيء حقيقي، وهذه فعالة موجودة في نيويورك، ونجمع بعض الفئات، يعني مطاعم، مقاهي، وبارات، أنواع العمل والنشاطات طبعا. وفي الأسفل هناك يعني اللغات، اليوم سيتم إضافة يعني مجموعة لغات أخرى إضافية، سيتم إضافة بروموكودات لمن اشترى الباقات. يمكن أن تختار اللغة الملائمة، الهندي، الهندي، الفيتنامي، الكازاخي، الروسي، والإنجليزي. لنفرض مثلا اللغة الإنجليزية. الاسم، الفئة، باختصار نشاط الجهات أو المطاعم، مثلا بيف ريستوران يعني مطعم. إيميل مثلا again at إلى آخره. رقم الموبايل مثلا الولايات المتحدة مقصود، وهنا البرومو كود، الكود الترويجي مقصود. يعني تتكون النظام من بطاقات المؤسسة، يعني الداشبورد المقصود. وقد قمنا يعني ب، يجب أن نجتاز هذه يعني النشر، يجب أن نجتاز بمجموعة من المعايير، وتحميل على الأقل صورة واحدة لهذا البزنس. هكذا نعمل. ننتقل إلى تبويب الشركة، تبويباتها. نكتب يعني وصف لهذا المطعم بشكل مفصل، يعني يجب أن يعني بعض الأشياء، يعني نصوص عن هذا المطعم ونشاطاته، يعني وصف كامل. ونختار نوع العملة مثلا الدولار، والفئة هي مطاعم وبارات ومقاهي، وال الويب سايت أو الموقع، ويجب أن لا ننسى أن نحفظ على ذلك، نحفظ سيفينج يعني. تم حفظ المعلومات، ونضيف بعض الهاشتاجات بيف بيف فاست، يعني العجل مثلا سريع. الأكل السريع يبدو هو بشكل أوتوماتيكي يتم حفظها. بعد ذلك ننتقل إلى التفويض طبعا، الفيريفيكيشن والتوثيق. العناوين، العناوين وربما الفروع أيضا. نختار نيويورك، الحديث يدور. سأصبح يا أتكلم ببطء أكثر، هذا كمثال أيضا سيكون واضح.
بشكل أوتوماتيكي يتم يعني وضع العنوان، هذا الشرح الأول يعني الدور الأول الطابق الأول، اسم الفرع مثلا الرئيسي ليكون الفرع الرئيسي مثلا، ونضع أنواع أيام العمل وساعات العمل من أي ساعة إلى أي ساعة تعمل هذه المؤسسة، أو نضع الإشارة أننا نشتغل 24 ساعة، وهنا نضيف رقم التليفون الكامل لهذا الفرع، ويمكن أن نضيف مجموعة تليفون ويتم حفظها، أي نعمل سيفينج. العنوان تم إنشاؤه لهذا الفرع، سنضيف على الأقل صورة واحدة لنشاط طبعا أو للمطعم أو للمؤسسة. نرى هنا صورة حسب الحجم المطلوب، تم تحميل الصورة، يمكن أن نضع مجموعة صور مثلا بشكل يعني كمثال مثلا. تم حفظ هذه الصور، وننتقل إلى الإعدادات. كما تكلمنا ذلك، ما هي التخفيضات والعادية واسترداد الأموال، ماذا يعني ذلك؟ هي يعني التخفيضات للمرة القادمة، الكشبك والنقاط التي يمكن الحصول عليها. نضع الإشارة هذه صح؟ إذا لم نكتب ذلك نكتب هنا رقمين. عندما تتكلم مع رواد العمل لا تطلب منه يعني تخفيضات كبيرة أو عالية 20 أو كذا كذا، وهي مختلفة. وتسأله متى يعني كم هو التخفيض اللي تعطيه للعملاء المخلصين الأوفياء ليرجع ثاني مرة للشراء والزيارة. مثلا 15% يعني من نوزعها ونجزئها إلى أجزاء، 10 يعني تعتبر عالية، 8 عادية، 8%، والفرق يعني ليس كبير، يعني نوعان من التخفيض، يبقى 5% أيضا. نعمل حفظ الآن saving. هذه المعطيات للتخفيضات العادية، فقط بعد التحقق. ونفتح تبويبة جديدة البونص، برامج البونص 3 أنواع مستويات، والخمسة الباقية يمكن يعني توزيعها بهالشكل التالي: 2 لاقتراحات أو توصيات المستوى الأول، و2% للمستوى الثاني، و1% للمستوى الثالث لرواد الأعمال الذين سيوصون بذلك لأصدقائهم حسب يعني دعوة هؤلاء، سيحصلون من المستوى الأول 2% من مشترياتهم. أنا مثلا دعيت أو اقترحت لصديقي أن يشرب فنجان من القهوة، ولدي مثلا عندما يأتي لهذا البزنس فسيحصل على تخفيض 2 دولار، وعندما هو يعني يعرض على صديقه الثاني يعني اشترى ب 100 دولار، ايضا سيحصل على 2 دولار، وصديقه سيحصل على 2 دولار. واذا المستوى الثاني دعا شخصا اخر
مثلا ب 100 دولار، سنحصل كل منا على 2 دولار 2 دولار، ومن المستوى الثالث 1 دولار. نحفظ هذه الأرقام وننتقل إلى تبويب الموظفين. يجب على الأقل يعني أن ننشئ يعني على الأقل موظف واحد. هنا نكتب يعني قائمة مارتن اللوجين، مارتن أيضا إذا لم يكن يعني نوعا من فريد من اللوجين ويمكن تغييره. هذا اللوجين سنستخدمه، أو الموظف الذي سيستخدمه للدخول إلى عروض أو تطبيقات يوجين، لأن هناك أسئلة كثيرة. الآن لا نرشح أو لا نقترح أن ندخل إلى تطبيقات يوجين الآن. وفي الجزء الثاني من مارس سيدخل فقط الموظفون. هذه اللوجينات والكلمات السرية يمكن الدخول إلى ذلك. يعني نسبة الخدمة، المقهى مثلا، وهذه يعني سعر الشيك مثلا، وبالإضافة للخدمات مثلا 10%، وهنا نضاعف هذا المبلغ أيضا لدقة المعلومات والأموال. إذا لم تكن هناك في هذا البزنس هذه الأشياء من خلال يعني نضع صفر مثلا، نختار الستاتوس مثلا، الحالة للموظف أو غير مطبوعة أو تم طبعها مثلا أو نشرها، ونختار العملة، نختار الدولار الأمريكي مثلا. لماذا؟ يمكن أن تكون هذه الشركة عالمية أو المؤسسة، وبالتالي يعني المقر الرئيسي في أمريكا مثلا، وهناك فرع في مختلف الدول، يعني في كازاخستان يجب أن نستخدم التنجين أو العملة الكازاخية، ونختار الفرع، ربما الفرع الرئيسي مثلا في كازاخستان كموظف هناك مثلا. بعد ذلك نقوم بحفظ هذه المعلومات أو السيفينج، ولنا إذا حسب الحقيقة يعني نرى الأسعار، يعني قائمة الأسعار. مثلا بضاعة معينة أو منتج معين، بيف يعني اللحوم، يعني نختار هذه الفئة ونضيفها إلى المعلومات السابقة. يعني هنا البيف ستيك مثلا، هناك يعني مجموعة تسميات أنواع من الأكل والأسعار، مثلا 10 دولارات السعر، وهنا معلومات إضافية ABC SKU، يعني النوع المحدد من الرموز ليكون يعني من السهولة التأكد من كل المعلومات، ويمكن أن نترك ذلك فارغا. وفي الأخير يعني ليس يعني ربما هنا يعني بضاعة أو منتج، يعني نضع مثلا الأسهم 5 دولار مثلا، ونحفظ هذه المعلومات. تم حفظ المعلومات، ونضيف بعض الصور. نختار بعض الصور،
هكذا تبدو هذه الصور، ويمكن أن نختار مجموعة صور، نختار الآن والآن اسم الشركة أيضا، حول هذه الشركة معلومات يجب أن نضيف، ونحمل الـ QR كود وبعض الصور، الشعار نضعه، والآن الآن الشركة تم تحويلها على أو تحميلها على الموبايل، ويعني نضغط على، ويعني حققنا جميع الشروط ونفذ ونرسلها للطباعة. هذا يجب لرواد الأعمال، ديما رجيم لستين يوم نقترح عليه، لا ليس من الضرورة نتكلم عن ذلك بالنسبة للمروجين، يعني ولكي نعرف هناك يعني نظام مجاني ولستين يوم التي يعمل من خلالها رواد الأعمال، لا يراه إلا هو وزبائنه وعملائه. ما هي المعلومات، ما هي الخدمات التي خلال يومين حصلوا عليها؟ فقط هم يستطيعون أن يروا ذلك. ليرى الآخرون يجب أن يجتازوا البريفيكيشن، أي عندما ننظر إلى هذا البزنس وكل أنواع المنتجات، وكوننا فريقا بمجموعة دول 15-20 دولة، ويجب توثيق هذا البزنس. عندما نضغط على البريفيكيشن وهنا لا توجد أي معلومات حاليا، نضغط على سند وتحصل هناك معلومات التي وفقا لها الرواد الأعمال ماذا تم طباعته، إما أنه مر بالبريفيكيشن أو تم رفض ذلك. هذه العملية التي يجب من الضروري تسجيل رواد الأعمال الذي يجب أن وإرسال الجميع للبريفيكيشن، وفي المرحلة الأولى نجمع يعني قاعدة بيانات رواد الأعمال. رواد الأعمال حتى مثلا آخر نهاية بيع الباقات لا يستطيع استخدام العروض على الموبايلات أو التطبيقات. بعد إنهاء عملية يعني بعد إنهاء هذه المبيعات مبيع الباقات، سيكون هناك مكرس وقت آخر للحصول على تطبيقات الموبايلات، وفي هذا الوقت يعني كل رواد الأعمال يملؤون معلوماتهم ويمرون بالتوثيق verification والحصول على العروض التطبيقية. ولذلك سنتكلم حول ربما في الأسبوع القادم سنقوم بالتعليمات والتدريبات حول يعني تطبيقات الموبايلات، وسنجيب على بعض الأسئلة. هذه عملية عندما يعني يضم رجال أعمال يعني زبائنهم وعملائهم، يعني هناك إحصائيات بالعمليات بالريتنج أو يعني مستوى الخدمات، وهناك تفاصيل حول العملاء والزبائن التدريبات، ويمكن الحصول على معلومات حول العمليات متى تم ذلك، وسنتحدث عن ذلك بالتفاصيل فيما بعد. والأخبار آخر الأخبار، ويكون نشر ذلك أيضا كل يوم، ويمكن حول أي معلومة إرسالها أيضا حول الأسهم حول العروض. وهنا يعني لا يوجد شيء صعب ومعقد. بعد التوثيق يجب أن نركز أن نبدأ مع رجال الأعمال ونساعدهم كيفية التسجيل، لا يوجد أي شيء صعب،
أعتقد هذا يعني هنا أتوقف بالعرض حول الليدنجات. نرى في النوع الثالث في الأسفل لندقلي البزنس مثلا، الرابط الذي يمكن إرساله بمختلف اللغات مثلا يوغين توتشكا، يعني نقطة أو بوينت باللغة الإنجليزية والإيطالية، ونغير اللغة مثلا والعناوين أيضا حسب يعني للحصول على البرومو كود. والشخص عندما يضغط هنا يمكن أن يرى ويحاول ويتأكد للبدء في التسجيل. هذه الأشياء الرئيسية، يعني نوضح الميزات الرئيسية، شو ماذا يعطي النظام، كيف يعمل ذلك، التعريفات أو الأسعار. طبعا ما زلنا يعني ما لم ننشر ذلك، وبطلب بعض الدول يجب تغيير هذا، أن تكون مختلفة يعني تعريفات يجب أن نخفيها ذلك حاليا. أعتذر حاليا. آسف آسف. هذا يعني هذا الرابط البزنس أو رابط للمستخدمين العاديين، وسنربط بينهم أيضا، نربطهم خلال الموبايل واللغة. هذا الرابط يعني يثير الانتباه طبعا، يعني تطبيقات على الموبايل، وهذا النظام يعني يعمل بشكل عندما ترسل هذا اللينك لأحد الأشخاص لا نقترح ذلك لنشره، ننتظر الإطلاق الرسمي ليوجين والتطبيقات، يعني ربما في 10 من مارس. أهم شيء هو الموبايل والتطبيقات الموجودة به التي يحصل فيها من خلاله على فوائد. وأنا أعتقد ومع أنه ذلك يمكن يعني نتحدث عن رؤية هذه ذلك الأمور بالتفصيل بأكثر دقة على وتفاصيل الموبايل واللغات. في الأوقات القادمة. إذن نحن سنوقف البث المباشر في الأسبوع القادم، سنجيب أيضا، سنواصل، والآن سنجيب عن الأسئلة. من هناك أسئلة فنية أو تقنية، وهناك أسئلة أخرى هي المتعلقة بالأمور أمور الشبكة. أنا أعتقد أن حول أمور الشبكة سيكون لدينا يعني لقاء حول هذا الموضوع، وسيكون هناك ترجمة، وسنتواصل معكم بهذا الموضوع. والآن سأقوم بفتح قائمة الأسئلة الموجودة لدي، وسنعمل ونجيب عن الأسئلة. السؤال الأول، يلينا سموخنا، هل من الممكن معرفة المزيد عن وظيفة، نعم، الوظيفة، الوظائف الموجودة نحن سنقوم بالتحدث عنها
في البداية، في يعني عند الإطلاق الرسمية. نحن الآن نتحدث عن الأمور لرواد الأعمال، ولكن سيكون لدينا تعليم. طيب، لكل رائد أعمال معرفة بكيف سيعمل هذا النظام. هو سيحصل على ردود أفعال من العملاء، هو سيرى أي من الموظفين كيف قام بتقديم الخدمة، وهو سيحصل على معرفة الإحصائيات وكيف يعمل هذا الموظف، وهل هذا الموظف يعمل بشكل جيد مع العميل. وهذه الإحصائيات لمعرفة مثلا هؤلاء الموظفون كيف يعملون وكيف يقومون بالتوصية بمكان عملهم، لأن لكل شخص لديه برومو كود. وإذا أنتم قمتم بالترويج والبحث عن عملاء جدد، فستكون هناك عدد كبير من العملاء. هناك إحصائية واضحة لعمل الموظف، يعني رائد الأعمال يمكنها لديه يعني الحق في كيفية التعامل مع كل موظف. وأيضا هناك إمكانية يعني للعملاء أن يقوموا بالتوصية بهذا البزنس للأصدقاء، لمواقع التواصل الاجتماعي والأقارب. هم أيضا بدورهم يحصلون على دخل، ودخل عن طريق، أو يعني هو يأتي بفضل التوصيات لهؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتوصيتهم. ورائد الأعمال هو سيرى كم المبالغ التي هي أصبحت موجودة لدى كل من العملاء الذين قاموا بالتوصية. وهذه النقاط يمكن رائد الأعمال بنفسه أن يحدد مثلا كيفية تحويل هذه النقاط، ويعني الأمور هي بسيطة. ماذا يعمل هل يمكن الحصول على قائمة الأسئلة؟ نعم، هل الأسئلة واضحة لديكم؟ نعم، شكرا. سؤال ثاني، ماذا يفعل رائد الأعمال من الدخل الذي يحصل عليه من البطاقة؟ كيفية الحصول على هذا الدخل؟ كيفية القيام بالحسابات؟ يلينا سموخنا هي التي طرحت السؤال. لدينا معرفة واضحة من أندري فيودروفيتش. الهدف من خلق إيفريج هو أن يكون لدينا دخول مختلفة من مشاريع مختلفة وشركاء فعالين. اليوم يمكن أن نقول نحن نعمل في الشبكة مثلا، ولكن هناك سؤال: إذا نحن سنقوم بتقديم أمور معينة متعلقة بالمشاريع الداخلية، يعني أندري فيودروفيتش ونصائحه، هدفنا هو أو رسالتنا هي أن رواد الأعمال النشطاء الذين هم يقومون بالترويج بشكل نشط لهذه المنصة، العملاء لديهم يقومون بدفع الاشتراك الشهري ويقومون بجذب رواد آخرين، رواد أعمال آخرين، هم لا يعملون فقط في يعني إطار يوجين، ولكن في نظام إيفريج. ولذلك كل ما يحصل عليه رائد الأعمال هو لن يحصل عليها كشخص اعتباري، لأن هناك أمور قانونية كثيرة، كيفية القيام بالحسابات وأمور مختلفة. هو يحصل عليها بشكل اليونتات في حسابه الخاص في أفريج. يعني
هذه يمكن، يعني إذا أنتم عرفتم بهذا الموضوع عن طريق شخص قريب أو يعني التوصية، يعني إذا كانت هناك أسئلة، يعني يمكننا أن نقول أن رائد الأعمال إذا قمنا بإضافته فهو يجب عليه أن يتحدث إلينا عن ما هي الأمور الموجودة. في البداية نحن نتحدث عن الأدوات ومساعدة الناس وإيجاد العملاء والتواصل بينهم. يعني هذه الأمور هي أو الوظائف التي يمكن أن نخبرها، وبعد فترة يمكن بشكل شفهي أو عن طريق الإيميل هو سيحصل على رسالة بأنه حصل على مبلغ معين أو حجم معين، وسيعرف بهذا الأمر. وكيفية الاستفادة أو سحب هذه الفوائد هو عن طريق Average، مكتب أو الحساب الشخصي Average، أو يقوم بمشتريات بحسب خطة السوق You Gain Average. والمهم بالنسبة إلينا هو أن نقوم بجذب هؤلاء العملاء النشطاء إلينا. هذه الأسئلة هي يعني يمكن أن تكون أن تجاب من قبل يعني شركاء إفريج. هل يمكن لرائد الأعمال أن يجتاز التعليم كي يعني يستخدم يو جين بزنس؟ ممكن أو غير ممكن، لدينا خياران. الخيار الأول، هناك قرار أنه رائد الأعمال لا يجب عليه أن يجتاز تعليم أو يحصل على نجاح في الاختبار، هو عليه أن يدفع الاشتراك السنوي وعندها يمكنه الانضمام. مثلا من إيطاليا هناك يعني كان هناك بحسب خطة السوق، إذا أنت تأتي بثمان أشخاص آخرين فيمكنك أن تقوم بالتشغيل أو الانضمام إلى جين مجانا. يعني إذا هذا رائد الأعمال فهو طبعا لديه معرفة بالأمور المالية وما هي الأمور التي يجب القيام بها أو لا، يعني هو لديه خبرة في هذا المجال وهو يعني الأكثر معرفة بهذه الأمور، ولذلك لا يحتاج إلى التعليم. يعني هو كلما كان لدينا عدد أكبر من رواد الأعمال فكلما كان هذا أفضل، ولذلك لا حاجة للتعليم. أأمل أنني أجبت عن السؤال. هناك نحن نرى عبارة POS ولا نحتاج إلى أمين الصندوق، يعني لا نحتاج إلى أمين الصندوق. كيف يمكن لهذا النظام أن يعمل؟ كي تفهموا أن POS الصندوق هو يعني في الكثير من الدول هو يجب أن يكون موجود. إذا لا يتم استخدامه فهذا معناه أن الشخص يحصل على الأموال سيواجه مشكلة أو أمور معينة من جهة الضرائب. لذلك صندوق احتساب الأموال، وهناك نظام مثلا الولاء والتواصل مع العملاء. هي نحن الآن لا نغير هذا النظام، يعني نحن سنعمل مع هذا النظام. وإذا يعني على أي حال عند القيام بالدفع في مؤسسة معينة، إذا هذا العمل هو قانوني فهناك يجب أن يقدم إيصال. الإيصال هو نحن نعمل أيضا مع نفس الشكل تقريبا، يعني عندما يتم إعطاء الإيصال من قبل أمين الصندوق يتم العمل مع هذا التطبيق بنفس
بنفس الوقت يعني القيام بمسح البرومو كود ومعرفة النقاط التي سيحصل عليها العميل. هذا نظام معروف يعني في خطتنا، سأشرح لكم سرا أنه الآن الوقت هو لموافقة أو مزامنة نظام الدفع الذي تعاملنا معه فترة طويلة منذ سبتمبر، نحن نعمل حول هذا الموضوع وانتظرنا UGP. هذا العملية كانت بطيئة ولكن الآن نحن في النهايات. اليوم نحن الآن نحن نقوم بتشغيل نسخة أخرى محدثة، هو نظام معين جديد لكن لا يعني داعي لمعرفة رواد الأعمال بهذا، ولكن نحن عندما سنتأكد من هذا الأمر، ولكن نحن الآن سنقول أنه العمل يكون مع الصندوق، صندوق الدفع. دخل رواد الأعمال بحسب خطة السوق بالنسبة للضرائب، هل هذا هو مصدر دخل؟ يعني إذا كان الشخص قام بالدفع مقابل النظام هذا، ففي داخل يوجين هناك لدينا النظام أو خطة السوق في average. احنا نقول يجب جذب الناس إلى النظام average. الشركاء سيحصلون على الدفع هناك في average، هم سيكونون شركاء في هيكليتكم وهم سيعملون بحسب الاتفاقية، وهم اتفاقية average، وسيقومون بالتعامل بحسب اتفاقية average الشريك. ولكن موضوع الضرائب أنا أعتقد أنه في الأسبوع القادم مع دراغوس سنتحدث عن هذا الموضوع، عن الضرائب وكيفية الدفع. نحن الآن نتحدث عن الأمور الفنية والتقنية، كيف الترويج عن التطبيق في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح. أنا أعتقد أنه فيديو واحد غير كافي، كيفية القيام بهذا الأمر؟ أنا أعتقد نترك هذا السؤال إلى المرة القادمة. أيضا متى سيتم إطلاق التطبيق في أوكرانيا؟ لدينا الأسبوع الأول من مبيعات حزمة التدريب والمعلومات، ولدينا كثير من الشركاء النشطاء الذين يمارسون الترجمة. أنا أعتقد الأسبوع القادم ترجمة العبارات والمصطلحات المهمة هي ستكون جاهزة. الإطلاق هو ليس صعب، ولكن الأمر هو اللغة. نعم، يجب، من المهم طرح أو إطلاق التطبيق باللغة الأوكرانية يعني في أوكرانيا. نحن ننتظر الترجمة، ممكن في الوقت القريب، ممكن يوم، وفي الوقت القريب لن أقول أذكر تواريخ محددة، لكن في أقرب الأوقات سنقوم بهذا الأمر. نحن قررنا أن هذه الدول العشرة التي تحدثنا عنها، الولايات المتحدة، أستراليا، كازاخستان، عمان، وروسيا، بيرو، كولومبيا، إسبانيا، إيطاليا، 10 دول، نحن بسرعة نقوم بالتوسيع عن طريق، سنقوم بإضافة كل الدول في نسخة الهاتف المحمول، ومن الممكن سيكون الإطلاق في جميع الدول. إذا قام رائد الأعمال بدفع الاشتراك السنوي، نريد أن نعرف كم من الوقت يمكنه للمترجمين أن يعملوا معنا كي لا نتخطى الوقت المحدد. يعني ما هو الوقت الذي يمكن أن يعني
نعمل فيه كي نفهم، يجب علي أن أتسرع في الإجابة على الأسئلة أو لا؟ هل تسمعونني؟ نعتقد أننا يمكننا أن نعمل، وفي بعد سنرى. إذا رائد الأعمال قام بدفع الاشتراك السنوي و نحن أجبنا عن هذا السؤال حول الاشتراك الشهري، الآن في البداية لا نقوم بفرض أي شروط على رواد الأعمال، هو فقط يجب عليه أن يقوم بدفع الاشتراك السنوي، وفيما بعد سنرى. كما قال أندريو فيودروفيتش أنه عندما سيتخذ القيادة ستتخذ القرار سنقوم بهذا الأمر. نحن كمروجين، نحن كيف يمكننا أن نعمل؟ نحن نعمل من خلال اللندنج، هناك الويب، موقع الويب، في مارس سيستخدم هذا التطبيق فقط أمناء الصندوق، يعني هناك بعض يجب أن نقوم بكل هذه الأمور بعمل تدريجي. الآن سيعمل فقط أمناء الصندوق، أنتم كشركاء لديكم إمكانية الوصول إلى تطبيق الهاتف، وفيما بعد سنقوم بتعليم في الباك أوفيس الآن الهيكلية بتشغيل رائد الأعمال بحسب الإحصائيات. نحن سنرى من قام بالدفع، من ما قام بالدفع وغيرها من التوصيات. yougain.app، نحن في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الأمر. نحن الآن نعمل من خلال الحسابات الشخصية في نسخة الويب، وفيما بعد في تطبيق البزنس سنضيف هذه الوظيفة. نعم، لأن الشركاء يدخلون إلى بزنس يوغين ولا يمكنهم الدخول. نعم، نحن ما زلنا نعم لا يعني نحن نعمل مع يوغين بزنس. هل سنحصل على دخل من يوغين في افريج؟ طبعا ستحصلون على كل ما متعلق بخطة السوق، فهذا أمر معروف. إذا رائد الأعمال أو العميل، كيف يمكنه أن يرتفع في المستوى الوظيفي وأن يصل إلى مستوى المستشار مثلا ومستويات أخرى؟ أنا أعتقد سنترك هذا السؤال الأسبوع القادم، دراغوس هو يعني سيجيب عن هذا الموضوع. لدينا عن طريق يوغين نحن نقوم بتنمية هيكليتنا، نحن نعطيكم معلومات عن مثلا هناك شخص شريك نشط وهناك شريك غير نشط، يعني هذه المعلومات نقدمها إليكم. طبعا ستكون هناك تعليم، ولكن هنا يجب العمل فقط بشكل صحيح. سلم المبيعات، يعني التواصل هناك، أنت ترى شخص وترى هل هو قام بالتسجيل أو لا، التحدث عنه معه و التحدث عنه وجلبه إلى هيكليتكم. أيضا السؤال هذا لدراغوس، سنتركه. كيفية تسمية نفسي أمام رواد الأعمال بشكل صحيح، لأنني كمروج ليوغين. أنا كنت بدل في مكانكم قلت أنني شريك شركة إفريج، وأنا شريك إفريج ومروج ليوغين، يعني يوغين هو فقط يعني مشروع للبزنس. أنتم تحتاجون إلى عملاء إضافيين، نحن يمكن أن نقوم بشكل أن
يكون لديكم عملاء أكثر وإلى آخره. إذن شريك، إذا ستقول أنت مروج فقط فلن تكون مفهوما ممكن، فتقول أنت شريك أمريش ومروج ليوجين. إذا تريد العمل مع رواد الأعمال فأنت يجب عليك أن تحصل على شهادة وتأخذ هذه الشهادة معك. هل هذه الشهادة لي يعني مرور التعليم؟ الأوضاع هي أحيانا تكون مختلفة، هناك بعض الناس الخبراء الذين ممكن أن تقوم بتصوير هذه الشهادة لمرور التعليم والاختبار وفي الهاتف، وهي تكون كصورة في الهاتف. أنت لا تحتاج إلى أن تعرض عليك على رائد الأعمال مثلا انظر أنا لدي شهادة، ولكن إذا كان هناك طلب بهذا الأمر فيمكنك أن تعرض. نحن كان لدينا تعليم رائع وتطبيق يوجين وهذا النظام الإيكولوجي يعني والدخول إلى يوجين هذا شيء رائع، ورواد الأعمال كي يحصلوا على إمكانية الدخول إلى هذا التطبيق والمشروع ومعرفة أشياء جديدة. الكثيرين أعجبوا بهذا الأمر والكثيرين عرفوا أشياء جديدة عن هذا. أنا أعتقد أن يعني هذه المعرفة التي قدمناها لكم هي ستأتي بالخير لرواد الأعمال وغيرها. طيب، أنا أيضا كنت أحب أن أسمع رأي دراغوس في هذا الأمر. لدينا، من فضلك اقرأ الأسئلة بشكل كامل لأننا يعني لا يمكننا ترجمة، يعني اقرأ السؤال بشكل كامل من فضلك. طيب، السؤال التالي: هل هناك إذا حصلت في حالة حدوث يعني تشديدات على الحجر الصحي، فهل المروج سيحصل على شهادة لكي يمكنه أن يتنقل؟ أنا لا يمكنني الإجابة عن هذا الأمر، مثلا الحصول على شهادة للتنقل. نحن يمكننا أن يعني نناقش هذا السؤال، وفي المرة القادمة سنجيب عنه، سأسجل هذا السؤال لأنني يعني كيف يمكن أن نعطي الشخص تصريح للمرور؟ لا أعرف، سنرى. هل يجب على العملاء أن يدخلوا تسجيل في Global Unit Pay للعملاء؟ النظام الدفع هو سيعمل بأي عملة معينة وبطاقة البنكية أيضا. المفروض هو فقط ربط البطاقة المصرفية بالحساب الخاص بك، يعني لا داعي للتحقق أو الفيريفيكيشن. السؤال أو الفكرة هي جيدة، يعني يجب أن نفكر بهذا الأمر. العملاء هم يعني المستقبل، وهو إمكانية دخول شركاء جدد، لكن يجب أن نفكر بهذا الأمر. ونحن تحدثنا عن أنه مع الوقت الناس كيف سيتعاملون وكيف سيشترون، ويمكن أن نقوم بعروض معينة، مثلا أن نرسل من إيفريج أو من يوجين عروض معينة، مثلا انظروا لدينا نظام معين جديد الذي يمنحكم أمور معينة. هذا فيما بعد ليس مباشرة. يعني عند تسجيل رواد الأعمال في التطبيق دفع الاشتراك السنوي أو الاشتراك، ما هي الوثائق الرسمية التي يجب أن تكون؟ مثلا عقد التعاون مع شركة يوجين، أو مثلا ماذا؟ لدينا العقد
هناك أربع وثائق، هي العقد، وهناك وثيقة للشراكة أو عقد للشراكة، وأيضا الاتفاقية على الحفاظ على المعلومات. نحن تحدثنا عن هذا الأمر، كيف التعامل مع المعلومات، كيفية حفظ المعلومات، وما الذي يمكننا القيام به ولا ما الذي لا يمكننا القيام به. ورابعا، الشخص عندما يقوم بالدفع، مثلا إذا هو قام بدفع ببطاقة بنكية، فلدينا بشكل أوتوماتيكي معرفة هذه المعلومات، الدفع يعني، أن الدفع عندما سيكون عند خدمات البنوك المصرفية، نحن كما قلنا نظام الدفع هو نحن سننتهي منه، سيتم الدفع يعني إرسال المعلومات على الإيميل، يعني هناك دول مختلفة وهناك ضرائب مختلفة، يعني هذه الوثيقة يمكن لكل شخص الحصول عليها عند التسجيل. رائد الأعمال هو دفع اشتراك لمدة سنة، وبعد 6 أشهر هو قام بإغلاق العمل، فهل هو سيحصل على أموال طبعا سياسة إعادة الأموال في حالة يعني إغلاق العمل، البعض يعطونا 2 أسبوع لإعادة الأموال، البعض شهر. الآن سياستنا لإعادة الأموال هي لمدة 2 أسبوع، نحن قمنا بالتأكيد على هذا الأمر، 2 أسبوع ممكن زيادة هذه الفترة، ولكن حاليا هي 2 أسبوع. 6 أشهر، بعد 6 أشهر إذا يعني الشخص قام بإغلاق العمل ولا يقوم باستخدام الإمكانيات، فهذه هي تعتبر مسؤوليته، لأنه على سبيل المثال إذا تشتري هاتف نقال وهناك اشتراك للشبكة، أنت تستخدم أو لا تستخدم أو تغير الباقة، يعني هذا غير معروف. يعني لدينا الدفع سنوي، ولكن في الآن، ولكن في ما بعد سيكون الدفع شهري، فيمكنه أن يدفع. إذا العميل هو ليس شريكا في افريج، يعني لا داعي له، يعني رائد الأعمال لا يجب عليه أن يسجل، لا يحتاج إلى التسجيل، ولكن نحن يمكنه الدخول في الحساب الشخصي ومرور يعني تأكيد معلوماته الشخصية، والدفع الآن في المرحلة التالية هو سيكون بعد التحقق أو الفيريفيكيشن، عندما سيقوم الشخص بمرور التحقق فستظهر له زر أخضر، وهو هناك يعني كما business.ugain هو للدفع ممكن، والحصول على الوثائق أيضا المطلوبة. ماذا ما هو تكون نظام الدفع الموحد في طريقة الدفع جوجل الموحدة يونيت باي في أي للعروض تطبيقات جلوبال يونيت باي، أو يعني البطاقات البنكية فيزا ماستر إلى آخره، وما هي نوع العملة، أي نوع من البطاقات في العملات المختلفة في الجلوبال يونيت باي، في أي عملة سيتم يعني تم إعطاء التخفيضات طبعا في حسب مع تعليمات إبوريج سيتم الدفع، لو أن يعني رجل الأعمال سيدفع شهريا، ويعني بعد بعض الأشهر لن يدفع ذلك، في أي أحد الأشهر ماذا سيمكن، هل سيدفع من جديد أم أول شهرين يمكن أن يدفع
أن يستخدم هذا النظام، وإذا لم يدفع في أي فترة فلن تعمل هذه الوظائف عنده، لن تكون صالحة. هذه الأشهر التي لم يدفع لا يستطيع الدخول، ولا يستطيع، يجب أن يدفع ليعمل أي شيء. لو أن دفع رجل أعمال لمدة سنة لو أن رجل الأعمال دفع الاشتراك لي، وبعد 6 أشهر أراد أن يبيع البزنس الخاص به، هل يمكن أن يستخدمه كعضو عادي، يعني كزبون؟ وكل كل القاعدة، يعني العملاء تبقى في تحته أيضا، ورجل الأعمال أيضا سيكون أن الحصول على كم عدد أو النسبة المئوية حسب هذه الخطة التسويقية. طبعا سيتم المرور او الانتقال الى الستراكشر او يعني الهيكليه ايبريج، ويعني سيربح ذلك كل من لديهم يعني كميات كبيره من يعني كل ما عدد الزبائن اكثر كل ما كان هناك النتائج. لو كان ان رجل اعمال يعني خسر او يعني او اضاع أو سرقت منه يعني التليفون، اللي يقول ليس يعني برنامج في على الموبايل، وكما وضحت في الداشبورد من أي مجال آخر من الكمبيوتر أو من أي، وأنت تحفظ على الإيميل وعلى كلمة السر، وبهذه الأشياء يمكن أن تدخل إلى حسابك. هل سرقوا تليفونه أو نسيه أو كذا؟ هل يمكن استعادة يعني الاستخدام من جديد؟ يعني يستعيد السيم كارد ويسأل أو يطلب كلمة السر باسورد. السؤال التالي، جميع شركاء شركة يعني بشكل أوتوماتيكي سيتم انتقالهم إلى نقلهم إلى التطبيقات، وفي حال أن جميع الشركاء يعني يريدون استخدام هذه التطبيقات وتحتهم يعني مجموعة من الشركاء، هل تستخدمون أيضا يستخدمون جميعنا الشركاء تم تحميلهم في السيستم؟ وهذه طبعا كلمات السر، وكل شريك يمكن أن يدخل إلى هذه التطبيقات ويستخدمه. وهل إذا كنتم إذا لم يقوموا ب يسجلوا رجال أعمال وهذه الخطة التسويقية نفسه، يعني كما يحدث الاستحقاقات، هل هو نشيط أو غير نشيط مثلا؟ نفس الشيء والمنطق، من يدفع مثلا ستحصل على، وسنتحدث على حول ذلك فيما بعد أكثر تفصيل. تكلموا بالتفصيل عن 4 أنواع من هذه الدخول، لن أضيع الوقت الآن، وهناك سيكون هناك يعني طبعا تسجيل لذلك. ما هي الدخول أو العائدات التي يحصل عليها رجال الأعمال أيضا، وما هي الشروط للحصول عليها؟ في الأسبوع القادم سنقوم بذلك إن شاء الله، ونكرر ذلك. إذا كان العميل بدون اشتراك مثلا، هل يستطيع الحصول على 3 أنواع من الدخل، وكم بالمئة يحصل على ذلك حسب بطاقته؟ كيف يستطيع أن يستطيع رجال أعمال أيضا الذي انضم إلى هذه التطبيقات في يوغين أن يزامن هذه التطبيقات مع يعني البرنامج في مختلف النقاط التجارية،
وأين يمكن التعرف على هذه المعلومات أو هذه التعليمات؟ الآن يتم كتابة ذلك وإعداد ذلك لكي يعمل رجال أعمال بدون مزامنة. يعني هناك يعني ملفات خدمية وإلى آخره. يعني هذه المهمة تقف أمامنا وسنطرح ذلك فيما بعد أو نعالج ذلك فيما بعد. يمكن أن نبدأ بدون ذلك بدون أي مشاكل. هذا التزامن هي ضرورية للأسواق الكبيرة وسنبحث ذلك فيما بعد. سوبر ماركات الكبيرة مثلا، هذا يعني كم النسبة مثلا؟ ليس سوبر ماركت، وهناك أنواع مختلفة من هؤلاء البن، يعني حيث لا توجد يعني أمناء صناديق كثيرة هناك أو كس. حول الخطة التسويقية، ما هي مجموعة الدفع لكي تصبح مستخدما مع الاشتراك فيما بعد؟ وحول الحالات أو الستاتوس أو الرتب، لو أن المروج في دولة معينة لا توجد بدء أو انطلاق لذلك، هل يمكن أن يدعو رجال الأعمال من هذه الدول التي لم يبدأ في هذا الانطلاق أو لم يطلق فيها اليوغين؟ نحن الآن نضيف جميع الدول، مثلا فيتنام مثلا فقط شخصين تم انضمامهم لشراء الباقات، وآمل سيكون هناك عدد كبير، وهناك طلبات كثيرة من فيتنام مثلا باللغة الفيتنامية أيضا. وسنطور ذلك، وعندما نضيف مجموعة الدول التي سيتم الدفع أو شراء الباقات، لو أنتم تريدون أن توصوا في أي دولة لأحد الأصدقاء فعلى هذا رواد الأعمال أن يعمل في هذه الدول التي تدخل في القائمة المصرح بها. وقد طرحنا هذه طبعا القائمة، قائمة الدول، كيف يعني يمكن كيف يتم استحقاق أو دفع الضرائب يعني حسب النقاط للنقاط اللي عند كل عميل، أي لو كان ذلك مثلا حسب الخطة التسويقية أو التسويق الشبكي، سيكون ذلك في يعني مكتب إيفوريج. فعندما مثلا أوصف لأحد رواد الأعمال مثلا وحسب يعني وباقتراح من هذا الشخص أيضا، هذه العلاقات بيني وبين رواد الأعمال، فرواد الأعمال يعملون التخفيض الخاص أو يعطي استرداد مباشر للأموال كاش باك، يعني يعني دفع مقدما لهذه العمولات. يجب أن نشرح كل شيء لهؤلاء رواد الأعمال وأنواع الخدمات، سنساعد وكيف تعرف على ذلك بالتفاصيل هذه الأمور ومعالجتها. السؤال التالي، كيف سيمكن دفع الضرائب؟ طبعا يعني أشير إلى هذا السؤال رقم 32، لا يختلف عن الأمور السابقة، يعني الدفع حسب يعني الخطة التسويقية في إيفوريج
هناك يعني بعض يعني الأمور التي يجب تناقش. على أساس أي وثيقة سنقوم بالعمل في تطوير هذا المشروع؟ لدينا يعني سيرتيفيكات أو لدينا وثائق، وأن رجل الأعمال، فالوثيقة الرسمية لنفكر حسب الخطة، حسب العقد، عقد الشراكة في إفوريج، سنفكر بذلك. أو يوجين، ما هي يعني الوثيقة اللازمة لإعدادها، أو يعني لكي يراها رواد الأعمال عند الطلب؟ كيف يمكن لرياد الأعمال أن يخرج في النقود أو يحولها النقود العادية الاعتبارية من البونصات، ليس من فقط كيف من هذه التخفيضات 20 أو 50؟ هل أنت كم جاهز لتعطيها هؤلاء العملاء؟ في البداية لا نريد أن نحملهم أكثر من اللازم لرواد الأعمال. هدفنا الأول هو أن يكون عدد رواد الأعمال أكثر، ونوضح لهم ونريهم ها كم عددهم هنا وهناك. لا نريد هذه التخفيضات الكبيرة. وأنا يعني أرشح إليكم وأوصيكم أن تتدربوا، لا تأتي إلى هؤلاء رجال الأعمال مثلا، لهؤلاء الناس الذين بالنسبة لكم ليس مهمين للتسجيل أو غيره، الذين ببساطة يمكن إهمالهم. لا تحملهم أكثر من اللازم حول التخفيضات. يمكن لرجل الأعمال أن يضع يعني تخفيض 0% وكشبك 0% فقط على العروض الترويجية. نعم، ممكن ذلك. وهو ما هو الهدف من ذلك إذن؟ ما الفائدة؟ يعني سوف لا يكون مهما بالنسبة للعملاء. لا أعرف أي رجل أعمال الذي لا يرى، لا يريد بشكل أو بآخر أن يعني أن ينشئ أو يكون عملاء أوفياء. وهذه الأدوات مهمة جدا، يعني الثقافة المالية وتراكمها أيضا. وهنا يمكن أيضا الموثقون سوف لن يمنعوا الصفر المئوي للتخفيضات وغيره. هذه الخدمة طبعا التي تعمل من خلال الوفاء مثلا للعملاء، وهذه العوامل الترويجية والتجارية يعني ستكون مختلفة. يعني يعمل أفضل، فكلما كانت أفضل كلما كان العمل أفضل. بالنسبة لأي عميل ممكن أن يجتاز امتحانا ليضم رجال الأعمال. إننا نعمل الآن فقط من خلال العملاء وليس من أي ناس، ولكن فقط مع الذين اجتازوا المعارف والتدريبات، أي الذين اجتازوا التدريبات الخاصة. يمكن أن يأتوا أو يذهبوا إلى رواد الأعمال. متى يمكن البدء في بيلاروس؟ أيضا كمان سيمكن الإطلاق مع بعض. كيف يعني اشرحوا من فضلكم على سبيل المثال سوبر ماركت، وكيفية يعني
تزامن وضمه، طبعا كل هذه الأسئلة المختلفة حول السوبر، سؤال رائع جدا، السوبر ماركت وقد تكلمت كما أنتم في يعني البرنامج الوفاء، والصناديق أو الكاسة أو هناك يجب أن تكون التكامل. لم يكن هناك أسئلة حول السوبر ماركت مثلا، ويمكن ذلك بسهولة أيضا، لا يوجد أي صعوبات بذلك. فحسب الوقت يعني سيحتل ذلك من شهر إلى شهرين، وسنقوم بذلك حول السوبر ماركت. هل أستطيع أن أعيش في الدولة التي أنني لست في يعني قائمة الاختبار المختبرين، يعني أن أدعو رجال أعمال وشركاء يعني الجاهزين للترويج؟ نعم يمكن ذلك حول المروجين، ولكن يجب هناك في شروط هي التعليم والإجازة الامتحانات ويعني رتبة الكونسلتانت اللي مستشار، واستثمار $1000 أيضا نفس الشروط. وسنتكلم مع دراغوس حول هذا السؤال. إذا لم يتم يعني إذا يعني لا يتم ضم الشخص في نظام الدفع Global Unit Pay، فبأي حالة يمكن يعني أن يقوم بالدفع من خلال الإنترنت، من خلال التطبيقات يجب أن يضم ذلك، من خلال البطاقة البلاستيكية أو الكرت. كل ذلك سيكون من خلال البطاقة البلاستيكية سواء كان بلوك. يجب أن نحمل يعني مجموعة التطبيقات للمروج على الموبايل. يوجب بزنس عندما في البداية عندما تكون الصناديق تفتح أولا، ومن خلال مثل الباك أوفيس أو المكاتب الخلفية، والتسجيل أيضا. بعد ذلك يمكن تحميل يو جيم بزنس والحصول على الوظائف، وسنتكلم فيما بعد لاحقا حول هذه المراحل، سنخبركم بشكل تفصيل وبدقة متى سيتم تحميل هذه التطبيقات باستخدام بعض المعلومات. لنا بمرحلة تمهيدية الآن إعداد، ومن المفهوم أن في خلال العمل كل الفريق يعمل بجد واجتهاد، وأنها غير مرئية وأنها وراء الكواليس، وحاول وسائل الدفع وأمور أخرى. العمل الآن يعني قريبا سيتم الافتتاح ونبدأ تسجيل رجال الأعمال. لا يوجد أي شيء صعب حول التسجيل، وبآخر يعني حول يعني العائدات سنتكلم مع دراغوس أيضا على الأنواع الأربعة للعائدات أو الدخول. بعض رجال الأعمال يعني يمنعون استخدام التليفونات في العمل، وبالتالي استخدام تطبيقات يوجين يجب أن عليه أن يستخدم السماح لاستخدام هذه. إذا لم يسمح استخدام ذلك فيجب أن يمنح لجميع الموظفين تليفونات خاصة بها للخدمة أو للوظيفة. يعني مهم جدا أن يكون تطبيقات يوجين أن تعمل. يعني من خلال الانترنت، يعني على الموبايل يجب أن يكون هناك انترنت لكي تعمل التطبيقات.
لكي تكون هناك أيضا كاميرا أيضا ليتم المسح بسهولة، يعني لتليفونات ليست مثلا يعني ثمينة أو غالية، 30-50 دولار إلى آخره. يعني هل يمكن التحدث مع رائد الأعمال الذي يمنع استخدام التليفونات على مكان العمل أن يشتري على الأقل تليفون واحد؟ يعني أسئلة خاصة وخاصة بالعمل. أنا أوصي أيضا على الأقل تليفونين أو ثلاث يمكن أن يتم استخدامها بنفس الوقت. البرومو كود مثلا، العروض الترويجية، الصناديق الذين يمكن اقتراحها، يمكن على طباعتها على الورق الصندوق، ومن خلال ذلك للتحفيز يتم لمجموعة من الناس. ولذلك لا أجد أي مشاكل يعني كبيرة حول التليفون، يعني بالكاميرا أيضا تصوير بها. وهذا في هذه الوثيقة تم انتهاء من الأسئلة. هل هناك من أسئلة في الغرف التالية؟ أي يوجد سؤال في يسلب كيف سنعمل مع المحلات الكبيرة التي لديها أنواع كبيرة من البضائع أو المنتجات؟ الآن أنني لم أريكم ذلك عند الإطلاق الرسمي، هذه الوظيفة سنتكلم عنها، هذه العملية التي أريتكم إياها في تأسيس، ليس من الصعب. يعني هناك صور ومجموعة يعني من الأسماء أو المنوع، وسيتم افتتاح ذلك بعد الدفع من قبل رجال الأعمال الاشتراكات. لو أن يعني رجل الأعمال أو رجل الأعمال، لأننا نتكلم عن الأشياء المجانية، لا لن نتكلم حول أنه يمكن العمل بشكل مجاني، ونركز حول الاشتراكات والحصول على الاشتراكات أيضا. لو أن رائد الأعمال بسبب لآخر أو لم يدفع أو يتم إعطاؤه شهرين لاستخدام المنصة ومع محددات أو قيود، وأنه لم يدفع مثلا، لا يستطيع أن يقترح على الآخرين أو يوصي الآخرين. يعني وهو النظام 50 التجارات عند ذلك يمكن أن يدفع. هذا ميكانية الدفع سيتم إدخال ذلك بعد الإطلاق الرسمي لليوغين. يعني سنختبر ذلك بعد ذلك، وعندما يكون عندما يبدأ الدفع عند ذلك سيكون هناك مصدر الذي يعمل من خلال CSV ومن خلال يعني نظم أخرى أو صيغ أخرى، الأرتيكل اللي هو يعني أنواع البضائع والمنتجات. لا توجد هناك ربما صور، هذه مشكلة عند الجميع أيضا حول الصور. سيكون هناك حل أوتوماتيكي أو مؤتمت، سيكون هناك يعني تسجيلات إذا كان في محل يعني سوق منتجات أو
أرى في الدردشة هناك أسئلة حسب ال يسي أونلاين بيزنس أو لا يوجد عنوان. يعني أدرس إنترنت أو هناك لا يجب أن يكون عنوان للتسجيل وعملية مثلا إرجاع الخدمات، أو يجب أن نؤسس ذلك أو يتم تأسيس ذلك العناوين. هل يمكن يعني بالنسبة للغة الغرفة الروسية أن تكون الحقول باللغة الروسية؟ التدريب هذا في هذا اليوم يجب أن نقوم بذلك حتى نهاية شراء الباقات اليوم، إضافة أو إضافة لغات وشركاء جدد. ولذلك أطلب منكم جميعا على العناوين الأساسية، وسنبدأ من اعتبار من الغد. أي هناك أخطاء فلا تقلقوا، أيضا سيتم حل هذه الأمور ومعالجتها. حاول يعني الألغوريتم كيف سنبدأ وكيف يمكن ضم رجال الأعمال وإعطاء الروابط الخاصة لرجال الأعمال. وفي البداية يفضل على هذه المرحلة أن نقوم بذلك، وقبل الذهاب إلى رجال الأعمال أن تري هذا السيستم وكيف يعمل وكيفية ضم الناس أو إشراك الناس الجدد من رجال الأعمال. لا داعي في وسائل التواصل الاجتماعي حاليا قبل البدء أو الانطلاق الرسمي ليوغين. المتوقع يعني ممكن بأواسط مارت أو طيب رقم رقم تليفون الهاتف، كيف يمكن تغييره؟ كيف يمكن تغيير رقم الهاتف في الحساب الخاص؟ رقم رقم الهاتف التليفون الذي تقصدون أي رقم في حساب أو رقم إيفوريتش ما هو مكتب في الخدمي. الإبريج أو في أي. إذا أنتم، إذا رائد الأعمال، إذا هو هاتف رائد الأعمال أنتم تقصدون، فعند التسجيل الشاشة الأولى عندما نقوم بإدخال الإيميل ورقم الهاتف، وهناك رقمان للهاتف، يعني الإيميل الأول هو مع الرمز السري يكون، والثاني هو معلومات أنه نذكر أن هذا الشخص لديه حساب مع هذا رقم الهاتف المذكور الذي هو تحت هيكليتكم. والمعلومات كيفية الدخول، كيفية مثلا الحصول على الرمز السري، وكيفية تحميل النظام. في يوجين يوجد وظيفة كيفية تغيير رقم الهاتف، يعني إذا أنتم قمتم بتغيير رقم هاتفكم يجب إعادة التأكد من هذا وذكر هذا الأمر وتغيير كل المعلومات. سؤال جيد أليكسي، عندما دخلت إلى العنوان وأنا حصلت على رسالة أنه لا يوجد مثل هذا العنوان ولا أعرف ما السبب، هناك تزامن بين حسابات الخاصة في أفريج. الآن الفريق يعمل بشكل مكثف، نحن نقوم بالعمل بشكل تدريجي، يعني هذه المعلومات نحن نعرفها
الإيميلات مثلا من اشترى في الأسبوع الأول هم الآن سيحصلون على البرومو كود، وفي الأسبوع الثاني إذا أنتم اشتريتم مثلا ممكن غدا سيحدث التحديث، تحديث البرومو كود. يعني جربوا الدخول مرة أخرى بعد عدة أيام، بعد يومين مثلا. لا يمكنني تحميل يوجين، وهي غير موجودة في أنا في الجوجل أب. عندما سيتم إيجاد هذا عندما سيتم الإدخال نحن سنخبركم عن هذه المعلومات طبعا مسبقا. هناك إذا كان العمل مثلا سؤال آخر، إذا كان العمل رسمي فهناك يجب أن يكون صندوق للدفع، وهذا يعني أمر صحيح. إذا هل توجد معلومات يوجين باللغة الألمانية؟ لا، المعلومات لا توجد باللغة الألمانية. الصوت موجود وغير موجود. نعم، كان هناك سؤال، أنتم اشتريتم في الأسبوع الأول ومن الممكن أنتم غدا أو بعد غد ستحصلون على الإمكانية الدخول. نحن كنا بالتسجيل ولكن ما حصلنا على الإمكانية الدخول في CRM. CRM نحن سنتحدث عن هذا الأمر مع في الأسبوع القادم مع دراغوس. اليوم سنتعامل مع هذا الأمر في الاجتماع الخاص بنا، والأسبوع القادم سنخبركم. لدي نفس الموضوع حول العنوان، هذا معناها أنتم ما اشتريتم في الأسبوع الأول. قمت بتغيير رقم الهاتف في إيفريج في الأسبوع الماضي، وكيف الآن يعني يجب أن يحدث التغيير؟ أنا أيضا سألت هذا السؤال. إذا لدي صديق في مدينة أخرى ولديه رواد أعمال كثيرون، هي ليست رائدة أعمال، إذا هذه الصديقة يمكن أن تطلب منها يعني توصية بهؤلاء رواد الأعمال وأن تقوم بالتواصل معهم. لدي رابط للتسجيل ولكن كرائد أعمال لا يمكنني أن أحصل على الرسالة على الإيميل للتأكد وغيرها. نحن الآن لا نقوم بهذا الأمر. الانطلاق يعني نحن نطلب منكم التحلي بالصبر قليلا. نحن سنقوم بالإطلاق وكل شيء سيكون على ما يرام. هناك ثلاث أسئلة. عند التسجيل رواد الأعمال في بيلاروسيا في الأيام القادمة القليلة سيكون الأمر يعني متاح في بيلاروسيا. نحن نتحدث عن المروجين الذين قاموا بشراء حزمة تدريب المعلومات. نحن من يريد الإضافة؟ كيرغيزيا، سويسرا، بيلاروسيا، فلبين، أوكرانيا، يعني هو عدد من الدول. هذه الدول سنقوم بإضافتها كحزمة واحدة، نحن سنضيف في الأيام القليلة القادمة. لا يمكن تحميل تطبيق يوجين على الهاتف، نحن أجبنا عن هذا الأمر. أنا لا أرى أي أسئلة. هل توجد أسئلة في الغرف الأخرى؟ إذا توجد فأنا مستعد. في الغرفة الإيطالية حول تحميل الصورة، في الماضي في الويبينارات يمكن إضافة عدد كبير من الصور، والآن أرى أنهم الحد الأقصى لإضافة صور هي 10. أصدقائي في البداية ما أعتقد أنكم ما فهمتم بشكل صحيح. لرواد الأعمال هناك محددات لعشر صور لبطاقة رائد الأعمال، وحجم المنتجات
لكل منتج هناك صورة أو صورتان، نحن لا نحددها. التحديد هو فقط لهؤلاء الذين ما قاموا بدفع الاشتراك والذين لدينا محددات لهم. نحن نقوم بهذا الأمر كي هم لا يكونون، لا يستطيعون التوصية، لا يستطيعون الحصول على الطلبات أونلاين، هم لا يمكنهم إدخال أكثر من 50 بضاعة لهؤلاء الذين ما دفعوا الاشتراك، وعدم إدخال أكثر من 3 فروع. هذه محددات بشكل يعني نحن نقوم بها كي يقوم بدفع الاشتراك شهري. أما ما يخص تحميل الصور، تخيلوا يعني داخل التحميل، داخل التطبيق، أنت تدخل وتضغط بيزنس في الأعلى، هناك مكان أين تجد صورة البيزنس، وهناك تقوم ب يعني تصفح الصور، 10 صور كافية. تخيل إذا كانت من بلا نهاية، فما الفائدة؟ أنت يمكنك أن تعرض المنتجات، مثلا تريد تعرض المنتجات، هناك مكان خاص للمنتجات. ولذلك أنا أمل أنني أجبت عن هذا السؤال. سؤال إجابة جيدة. كيفية الانضمام إذا هي ليست شريكا لتصبح مروجا مروجة، و يعني وهي فيما بعد تقوم بدعوة رواد الأعمال؟ هذا إجابة عن السؤال السابق. الرابط لا يمكننا أن نقوم بإرسال أي شيء إلى رواد الأعمال. فما العمل؟ يعني في التعليم في الأسبوع القادم سأخبركم، ممكن على شكل معلومات لجميع الذين هم الأوائل، لدينا قائمة في بإيميلاتهم، وسأقوم بالإجابة عن الأسئلة مرة أخرى وإرسالها إليكم عن طريق الإيميل. سنقوم بمحاولة الترجمة إلى اللغات عن طريق حساب إيفريج. سنعمل ونعمل، أريد فقط أن لتجربة أي شيء. لدينا دوت ديف، هذا هو أداة تحدث فيها التحديثات دائمة. إذا أنت تريد أن تري أي رائد أعمال مثلا، أو أي في العمل زميل مثلا، وأنت تريد أن تخبره شيئا أو شيء تجريبي، لهذا نحن سنعطي آلية معينة لهذا الأمر، كيفية التجربة أو يعني التست. خوادمنا هي قوية جدا، وحجم الخوادم ضخم جدا، لن يحدث أي مشكلة إذا هذا الشخص ما قام بالاستخدام. يعني من الممكن مثلا أنت تعرف اسم الشركة وتعرف الإيميل والهاتف، هاتف العمل الأفضل أن يكون. إذا هو لن يقوم باستخدام هذا الحساب فلا توجد أي مشكلة، فهو يعني ممكن في يوم من الأيام هو سيغير رأيه وسيتذكر يعني هذا الأمر وسيعود من جديد، لذلك لا مشكلة. السؤال التالي لدينا، لا أرى أسئلة أخرى. إذا أنا قمت بدفع اليوم، فمتى سأحصل على الكود أو الرمز السري؟ عندما نحن نحصل على المعلومات بشكل تدريجي. اليوم نحصل على معلومات في البيانات للأسبوع القادم. إذا أنتم قمتم بالدفع، فيمكنكم من الممكن الحصول على البرومو كود ممكن غدا أو بعد غد. عند هذه البيانات من افريج تصل الينا،
قائمة الأشخاص، يعني نحن نحتاج إلى ثواني لإرسالها. أنا أعتقد اليوم منتصف الليل، أنتم غدا قوموا بالتأكد هل حصلتم عليها أو لا، ولكن أعتقد أنكم ستحصلون. هؤلاء الذين سيشترون بعد غدا، من الممكن هم سيحصلون على في التاسع أو العاشر من مارس، هم سيحصلون على الرموز. هل هناك أسئلة أخرى أو سننهي اللقاء؟ الآن ماذا نحتاج؟ نحن الآن نحتاج إلى التدرب على هذه الشبابيك، نتدرب على هؤلاء رواد الأعمال غير المهمين بالنسبة إلينا، والمهمين نتركهم لي فيما بعد. التسجيل غدا سنقوم بهذا الأمر، والإرسال إلى الفيريفيكيشن أو التحقق، الانتظار ممكن لمدة يومين أو ثلاثة، تحميل التطبيق على الهاتف. ممكن في الأسبوع القادم نحن سنقدم معلومات أكثر. أنا أعرف أنه نريد مباشرة أن ننطلق، ولكن لا يمر كل شيء على ما تشتهي السفن كما نقول أحيانا، فلذلك نحن يعني في الانطلاق، نحن في البداية. من الغرفة الإيطالية لا يمكن تحميل يوجين. يوجين لا تحتاجون إليه، أنتم الآن تستخدمون وتقومون بتسجيل رواد الأعمال عن طريق حقل رواد الأعمال. التطبيق يوجين الآن هي موجودة، هناك إمكانية دخول في أب ستور، بلاي ماركت أيضا، ولكن هناك لا يوجد البزنس، لا يوجد رواد الأعمال. لماذا نحن نقوم بهذا الأمر؟ لماذا نقوم بإطلاق التطبيق؟ في الصيف في بداية أغسطس يعني قمنا بهذا الأمر وقمنا بكتابة هذا التطبيق. نحن نقوم بفتحها لأن الناس يقومون بالتحميل في بلاي ماركت. كان هناك تقييم غير جيد ونحن قمنا بالإغلاق، أن التطبيق موجود والبزنس غير موجود. ولدي طلب لكم، لا تقوم بالتحميل، لا تقولوا لرواد الأعمال أن هناك تحميل للموبايل أو الهاتف النقال، قل لهم فقط نحن نحتاج إلى تسجيل رواد الأعمال. هؤلاء الذين لديهم كمية، يعني المهمون بالنسبة إلينا في مارس، يعني سيكون إطلاق تحميل الهاتف. نحن الآن نقوم بالتسجيل، إدخال البيانات، إدخال المنتجات، نقوم باجتياز التحقق. عندما ستظهرون في، تقولون لهم يعني عندما ستظهرون في النظام سنخبركم عن التطبيق وستقومون بالتحميل فيما بعد، وغدا سيكون لدينا معلومات كيفية تعليم الاستخدام. نقوم بحمل هذه المعلومات وإرسالها إليهم. الآن لا داعي لتحميل تطبيق الهاتف. سؤال، هناك سؤال آخر في التطبيق الهاتف. نحتاج إلى الهاتف برومو كود. هل هو فقط أرقام أو حروف؟ كيف يمكن أن نقوم بإدخال الحروف والأرقام مع بعض؟ هذا هو تطبيق الهاتف. تطبيق الهاتف مرة أخرى، لا داعي إدخال أي بيانات، لا تقوم بإدخال البرومو كود. هذا هو سيكون رمز الدخول، التفعيل من خلال الإيميل. نحن سنقوم بهذه الأمور عندما سننهي أمور الحزم تدريب المعلومات أو باقات تعليم المعلومات. يعني هذه البيانات سنقوم بإرسالها لهؤلاء الذين قاموا بشراء الحزم أو قاموا باجتياز الاختبار. نحن سنرسل هذه المعلومات الخوارزمية. أنتم قمتم بتحميل تطبيق، أنتم وضعتم تقييم جيد، ممكن كتابة
مثلا تعليقات لا تقول مثلا هذا الشيء رائع، يعني كي لا تظهر وكأنها تم طلب منكم أن تكتبوا، اكتبوا مثلا تطبيق جيد، مثلا نفتح تطبيق التسجيل، لا داء للتسجيل، أنت تقوم بالدخول والتفعيل عن طريق الإيميل، أنت تكتب في حقل الإيميل من حساب إيفريج نفس البيانات، أنت تقوم بإدخالها في الرمز السري، تقوم بإدخال رمز سري الذي هو وقتي، الذي هو نفس البرومو كود. البرومو كود هي الحروف الثلاثة الأولى اللاتينية الكبيرة وست أرقام، هذه ستقوم بإدخالها في الرمز السري، مكان حقل الرمز السري. أنت دخلت إلى التطبيق، النظام سيراك وتقوم بدعوة الناس، الناس سيقومون بالدخول إلى هيكليتك، إذا هم سيقومون بشراء شيء سيدخلون إلى نظام إفريج. ولذلك الآن لا داعي للتسرع والتحميل، نحن الآن ننتظر أن يكون لدينا قائمة رواد الأعمال. طيب كيف الحصول على نقاط الترحيب؟ هذا من قبل رواد الأعمال، يعني النقاط هي أن الشخص قام بتوصية، يعني صديقي هو قام، أنا قمت بتوصيته بمطعم، وبحسب توصيتي قام بالدخول إلى النظام عن طريقي، النظام هو سيرى أنه أنا قمت بتوصيته في هذا المطعم، وهذا المطعم مثلا النظام هو يعطي 500 نقطة، هذه النقطة وصديقي سيحصل على رسالة بأنه حصل على 500 نقطة في مؤسسة معينة أو في مطعم معين مثلا، ونظام يوغين هو سيرى ويعرف أنه هناك 500 نقطة في هذا المطعم، يمكنه الذهاب إلى هذا المطعم واستخدامه شرب الشاي مثلا أو شيء معين. ولذلك أنا أعتقد أن الصديق سيعجب بهذا الأمر. شخص ألماني قام بدفع المبلغ 150 يورو، قام بالدفع، إذا قام بالدفع عن طريق الحساب الخاص إفريج فيجب أنه سيحصل على رابط، إذا أنت لديك الرابط فيمكنك أن تريه yougain.app average promo، وأعتقد EN في النهاية. أواجه صعوبة، لماذا هو ما حصل على يعني الرسالة؟ ممكن الإيميل غير صحيح وما حصل على رابط، أو هي في السبام الرسالة، يعني إذا هو ما حصل على رابط من الممكن هو سيحصل على رابط عندما ستأتي الوجبة الجديدة، يعني عند التسجيل. ممكن أن أضيف سؤال، انظر ممكن الناس لا يعرفون أن الرابط هو يأتي عن طريق رسالة في حقل الرسالة، الرسائل الخاصة، وهناك رسائل عن طريق الشركة، أنت تدخل وترى أنه تم تهنئتك بالشراء، وهناك ستحصلون على الرابط، نفس الشيء على الإيميل، إذا على الإيميل لا يمكن أن تجدونها، انظروا في الحساب الخاص Average في حقل الرسائل الخاصة أو الشخصية. حسنا، أأمل أننا يعني تمكنا من الإجابة عن السؤال. هذه الروابط التي تأتي في الحسابات الخاصة هي واحدة، يمكنكم مساعدة يعني إذا هو اشترى اليوم أو أمس فهو لم يمكنه أن يقوم بأي شيء، يجب عليه الانتظار، لأنه تم إخباركم أن المشتريات
من قام بالشراء في الأسبوع القادم هو فقط اليوم سيحصلون على البرومو كود، ومن سيشتري في الأسبوع القادم هو سيشتري في بعد أسبوع، سيحصل على الرابط بعد أسبوع. نعم، الرابط سأقوم بإرساله باللغات المختلفة. هذا هو اللندنج الخاص بنا ب وإفريج، هو سيقوم باختيار البرومو كود الخاص بكم. البرومو كود ممكن هو سيكون خلال الفترة القادمة تقريبا أسبوع، يعني إذا أنت اليوم قمت بالدفع فبعد فترة معينة سيكون متاحا. منذ شهر اشتريت، أنا أعتقد هناك مشكلة أو خطأ، لأن الدفع هو أصبح ممكن من 15 من فبراير فقط، 17 من فبراير، يعني منذ شهر هذا غير ممكن الدفع. ممكن يجب أن تتعاملوا مع فريق الدعم. ما هي الحزمة التي اشتريتموها؟ وهم سيعطوكم إجابة عن هذا الموضوع. طيب أصدقائي، أنا أعتقد أننا يجب أن ننهي. كنت سعيدا جدا برؤيتكم جميعا، يعني نحن نسير بخطوات بسيطة ولكن ثابتة. النظام هو نظام رائع، أمامنا أخبار جديدة وتحديثات جديدة كثيرة. قوموا برفع مستوى دخلكم ورواد أعمالكم. أتمنى لكم نهار سعيد. الأسبوع القادم سنقوم بحجز وقت معين ونتحدث حول الأمور مع بعض الأمور مع دراغوس، ونجيب ممكن عنها. والمرحلة التالية هي ستكون مرحلة نهائية. أولا، ما الذي نحتاج إليه؟ كتابة قائمة الشركاء ورواد الأعمال الذين ليسوا مهمون بنسبة عالية، والتدرب عليهم، وبدأ بالتدريب من يوم غدا، لأن اليوم سيتم تحديث في المساء، وإرسالهم إلى التحقق. تطبيق الهاتف النقال لا داعي للتحميل، بعد 10 من مارس يمكن القيام بهذا. نبقى على تواصل، ونهاركم سعيد، وننهي اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. أريد أن أجيب عن سؤال أخير. امرأة كتبت أن ولهؤلاء الذين لديهم نفس الأمر، من الذي ما فهم؟ أنت اشتريت حزمة تدريب المعلومات وحصلت على رسالة في الحساب الخاص أفريج. أنت تقول أنك ما حصلت على البرومو كود. أنتم يجب بأنفسكم أن تقوموا بتشكيله. البرومو كود لم يقم أحد بإرساله. هذه الرسالة يجب أن تقوم بالدخول في الرابط وإدخال اللوجن، عندها سيتم افتتاح البرومو كود، أو يمكنكم الدفع الإرسال إلى فريق الدعم وهم سيجيبونكم عن هذا الأمر. شكرا جزيلا، ونهاركم سعيد جميعا.